مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد متابعة حضراتكم جميعا من خلال هذا اللقاء المتجدد من برنامج وقولوا للناس حسنى، وتناول مع حضراتكم موضوع معا لبناء جيل المستقبل. جيل المستقبل اللي هم أولادنا، اللي هم شبابنا، اللي هم الفتيان. أنا عايز أوصل بيهم حتى أو مع حضراتكم إلى موضوع المرحلة الأولى من التعليم والتربية، حتى من أول الحضانة نفسها. وذلك سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: أيها الناس، علموا أولادكم وربوهم، ربي ابنك وعلمه كويس. ليه يا إمام؟ قال: فإنه من ربى ولده صغيرا سر به كبيرا. تسعد ببر ابنك ليك عند الكبر، تسعد بخدمته ليك عند الكبر، ولا تحرم من الدعاء عند الوفاة بأن يقف الولد على قبر أبيه ويدعو له بالمغفرة والرحمة. هذا هو أثر التربية للأبناء. الأبناء دايما بيستقوا من المدرس والمعلم في المدرسة الطبائع والألفاظ. فلو المدرس قال ألفاظ خارجة هتتحفر في عقل الولد. احنا في مجتمع النهاردة عايزين نحمي أولادنا، وبنرغب بأن نعمل لهم حماية ووقاية من الغزو الفكري والثقافي الذي يريد أن يمحو بشريتهم وإنسانيتهم، وأن يبدل في عقيدتهم، وأن يغير في أخلاقهم. يبقى احنا عايزين النهاردة داخلين زي ما ممكن نقولها حرب. إزاي أحافظ على أولادي وأعمل فعلاً جيل جديد وبناء المستقبل؟ مشاهدي الكرام، في أول هذا اللقاء أرحب بضيفي الكريم فضيلة الدكتور شاهين الطوخي، أستاذ التنمية البشرية. مرحباً بك أستاذ. مرحباً بك. كما أرحب بضيفي الكريم فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ محمد غنيم من علماء وزارة الأوقاف. مرحباً بك يا مولانا. مرحباً بسيادة المشاهدين. يا مرحباً بحضرتك. إحنا بنتكلم يعني في دكتور شاهين، زي ما قلت في المقدمة كده، إن إحنا عندنا النهاردة مخترقات عقلية بتغزو عقل الإنسان، وطبعاً دي أجندات فعلاً يعني مخطط لها وبيصرف عليها، بحيث إن هم يستطيعوا أن يمسخوا الإنسان العربي وخاصة الإنسان المسلم. ففي مسخ للعقول، في طمس للبشرية والإنسانية، والعالم النهاردة كله بقى صغير قوي، ولكن مع صغر العالم وتقاربه بعضه ببعض، لكن أصبحت الفجوة واسعة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. أنا عايز إلقاء بقى النظرة على الغزو الفكري الذي يهدف إلى جيل المستقبل. الغزو الفكري، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغزو الفكري أولا هو السيطرة من خلال سلوك فكري ومعلوماتي ونفسي من أمة على أمة أخرى لقيادتها. نعم، ده التعريف باختصار. طب ده معناه ايه بقى؟ معناه ان ده كده اسهل من حروب الدبابات والحروب الاسلحه. صحيح. لان دي الحرب الفكريه صحيح. محتاجه وسائل معينه من بعيد لبعيد. هو مش هيخسر لا 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 فلوس كتير على الاسلحه ولا جنود ولا كده. هو من خلال مجموعه من الافكار والمعلومات عن طريق الوسائل يستطيع ان يقود امه اخرى. ايه بقى؟ أمة أخرى ليست عندها الأدوات الوقائية، لأن صعب أنك تسيطر على الغزو الفكري من منبعه. هو عنده أدواته وعنده دولاراته وعنده فلوسه وعينه على الإسلام والمسلمين، فهو بيبث هذه الأفكار والغزو. صحيح. هنا المستقبل هو اللي لازم نتكلم عنه، هو اللي لازم نبحث من خلال دراسات والأبحاث. والسادة العلماء الأفاضل سبقونا وقالوا على الأدوات اللي هنوصلها إن شاء الله في الحلقة، إزاي تقي أمتك أو تقي بلدك من هذا الغزو الفكري من خلال مقومات تضعها أنت وتحمي الشباب وأهل هذه البلد من الغزو. صحيح. طب أنا هاخد من طرف كلام حضرتك وهرجع به إلى فضيلة سيدنا الشيخ محمد غنيم، وقول لحضرتك بالتأكيد القرآن الكريم وضع الضوابط والمعايير، وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وضعوا هذه الأشياء حتى نخرج للناس جيلا جديدا. فماذا تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن تربية وتعليم أبنائنا؟ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبنا ومصطفانا ومجتبانا البشير النذير والسراج المنير
محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال في حقه ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. بداية القرآن الكريم دعا الأمة جميعا إلى التفكر والتدبر. نعم. فقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن وقال لعلهم يتفكرون. والله عز وجل بيّن لنا في هذا القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نعم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا في الحديث الصحيح لهذه الأمة أن من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وقال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. سيدنا الدكتور شاهين تحدث عن الغزو الفكري. أولا، الغزو الفكري لم يأتي على هذه الأمة إلا في القرن العشرين. نعم. لغاية القرن التاسع عشر ليس كان هناك غزوا فكريا، بل كانت العرب تسود العالم. وكانت تسوده في كل المجالات: العلمي والأدبي والطبي والعسكري. الغزو العسكري غزو محدود يأتي على الأرض ولهدف محدود، يأتي إلى مكان معين حتى يستقطبه. فوجد هؤلاء أن الحملات التي يشنها حربيا على هذه البلاد ليس لها مغزى ولا تأتي ثمارها. نعم. فبدأوا فيما يسمى الفكر الذي يؤدي عياذا بالله إلى تسونام الإلحاد الآن، هو أن يتحدثوا في العقيدة وأن يبينوا ضحالة أن يكون هناك جنة أو نار، أن يكون هناك من يحيي ويميت. ولذلك تجد أن القرآن الكريم لما تحدث عن الكافرين قديما قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا في صلب العقيد. صحيح. أما هؤلاء الذين كانوا يعبدون الأوثان والأصنام قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. نعم. فبدأ هؤلاء يلعبوا في عقيدة شبابنا ونشئنا. نعم. وأن يبينوا خطر أن الإنسان لماذا يصوم؟ أنه يعذب. نعم. هنا في ملحظ فضيلة الشيخ محمد، يعني هم يلعبون على هذه الأشياء ويقنعون الإنسان أنه ليس هناك جنة ولا نار ولا ولا، لكن هم يلعبون على طرف بسيط أنا عايز بس نبي المشاهد لي، وهي الأمية الثقافية عند المسلمين. لا، انتقاء الفطرة الزيت. انتقاء الفطرة. والنهاردة لما يجي يقولوا النهاردة ما فيش جنة ولا نار، الولد ما عندوش ثقافة يقدر يرد بيها، ما بيقراش. ما هي ما نقول انتقاء الفطرة. انتقاء الفطرة بمعنى ايه؟ احنا كنا في الكتاب قديما عندما نحفظ القرآن ونقعد مع سيدنا الشيخ. كان بيجي عند آيات معينة ويكررها علينا. الآن هم حاربون في العلم. يعني نقوا هذه الآيات التي تتحدث عن التوحيد والعقيدة وبدلوها بآيات شيء أخرى. ده احنا حتى في المناهج الدراسية حتى لا نغور في أشياء لا نعرف عنها شيء، الكل يتحدث عن غزوات الرسول، لماذا لم يتحدث عن أخلاق الرسول ومعاملات الرسول؟ نعم. حتى الصحابة الكرام الذين يدرسونها على الطلبة في مراحل الإعدادي والثانوي، لماذا يأتون بالقائد؟ لماذا لم يتحدثوا عن سيدنا جعفر بن أبي طالب في تجارته، سيدنا أبو بكر الصديق في حلمه، سيدنا عمر في شدته في الحق؟ يبقى هذه أمور نقول انتقاء الفطرة. أنا بتحدث عن العقيدة ليه؟ لأن إحنا عندنا تسونام الإلحاد، إحنا عندنا الوقت في الدول العربية جميعا وليس في مصر فقط، يعني الإلحاد ينخر في جسد البيوت. يعني احنا بنقعد مع بعض الشباب في بعض الجامعات يقول لك انا بتعذب نفسي بالصيام ليه؟ انا بصوم خمس مرات في اليوم ليه؟ فنبدا نقول بقى لابد وان نصحح وننقل فطرة النقية بالتفكر في خلق الله وليس في ذات الله وصفاته. نعم. يعني انا دعني اخرج الى فاصل، وبعد عودتي من الفصل هطرح على فضيلة الدكتور شاهين سؤال حتى نجمع ما بين التنمية البشرية وما بين علم الدين، لأن كل علم في الآخر بيخدم الإنسان. مشاهدي الكرام، بالتأكيد عشان أنا أبني جيل قوي وجيل مستقبل يعني لا ينهزم أمام هذه التيارات الفكرية والثقافية، لابد لنا من عناصر تؤدي إلى هذا البناء. ونحن نتحدث مع فضيلة الشيخ محمد غنيم من علماء وزارة الأوقاف، وفضيلة الدكتور شاهين الطوخي أستاذ التنمية البشرية، عن كيف نبني جيلا جديدا ونؤمن مستقبل هذا الجيل بالفكر الصحيح والفطرة السليمة.
وأيضا بالعلم والتربية نبني مجتمعا لا نخاف عليه من الغزو الفكري. فدكتور شاهين، زي ما قلت قبل الفصل كده، بالتأكيد في مقومات وفي ظروف أنا ممكن أبني فيها فعلا جيل وما يسمى بجيل المستقبل. النواة الأولى لبناء جيل المستقبل بتتمثل أو بتتكون من عدة عناصر. عناصر تملك القرار وتملك الأدوات زي الدولة. الدولة الحكيمة وقيادتها ماشية في المسار الصحيح إن شاء الله رب العالمين. من ناحية إيه؟ بنلاحظ إحنا أولا التعليم. التعليم المتمثل في المعلم والطالب. محاولة تنميتهم ومحاولة الانشغال والأبحاث والدراسات حول كيف النهوض بالعملية التعليمية. صحيح. من عنصريها، عنصر المعلم وعنصر الطالب. نروح للمؤسسات الدينية اللي هي تملك القول والحجة وهي المرجعية الأساسية للإنسان المسلم أو الإنسان المصري أيا كان دولته. الحاجة الثالثة الإعلام ودوره من التوعية ومن البرامج زي اللي حضراتكم بتقدموه لتوعية الناس عن أهمية بناء جيل جديد يقود الأمة من خلال تعليمه، من خلال المؤسسات الدينية وعمل أنشطة لتوعيتهم، من خلال الإعلام. ونأتي إلى بقى إلى النواة أو اللبنة الأولى وهي الأسرة. الأسرة هي الأساس. أنا أول ما بخرج من بطن أمي وأبدأ أكبر، أنا أول حد باخد منه قبل المدرسة وقبل التعليم والإعلام الأب والأم. فلازم نركز مع الأب والأم في إيه بقى؟ في توعيتهم وتوعيتهم هم، لأن هم السمع والبصر والفؤاد والقلب وكل أدوات المعرفة بالنسبة للطفل. فهنا إحنا أربع عناصر لازم تشتغل، كل واحد يعمل اللي يقدر عليه من خلال أو لبناء جيل جديد يقود الأمة كلها مش مصر. صحيح. دكتور شاهين، أنا عايز بس أدخل معاك إلى مدخل ناخده في عجالة كده. قال أحيانا يكون هذا الغزو الفكري وعدم التربية وانحراف الشباب وحتى الأطفال من خلال المصادقة. إنه يصادق ولد فيقول له مثلا لا ده ويا جاب لي الموبايل دوت، شوف أبابي عاملني إزاي، أنا بغلط أبابي يكلمنيش، أمي بتطبطب عليا. ما هو ده برضو غزو في التربية. صحيح. يعني هيجيب لنا نشأ فعلا الإنسان يعني هيتبع وليس صاحب قرار. صحيح. هيبقى متبع لغيره. صحيح. النقطة دي خطيرة جدا. لما قلنا إن الأسرة هي اللبنة الأولى، الولد من شاب على شيء شاب عليه. صحيح. أنا لقيت طلعت لقيت إن والدي رجل قوام ومسؤول وبيتقي الله فيا وفي أمي وفي إخواتي وبيقوم بالدور اللي عليه. عشان كده حتى المنطق والعقل اللي استقناه من القرآن والسنة، ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب كل واحد فينا على أنت عملت إيه مش النتيجة إيه. فكل واحد يقوم بدوره من خلال أولا صاحب ابنك أنت. صحيح. حاول تصاحبه أنت. حاول والدته تصاحب البنت أو تصاحب ابنها. حاول أنت تبقى أنت المرجعية والمصدر ليه. هيطلع الشارع صدقني اللي بيتربى كويس قبل ما يتعلم. هي التربية قبل التعليم. أيوة. التعليم طب. بقى من التلفزيون. صحيح. التعليم من الدور عظيم جدا التلفزيون والإعلام والبرامج والمدرسة والمعهد والكتاب. لكن قبل ذلك أنا أبويا هو قدوتي كلنا تقريبا. صحيح. أول حد بنقلده. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول صلى الله عليه وسلم. فعلا. يعني هرجع إلى فضيلة الشيخ محمد غنيم وأقول معاليك، يعني ما هو برضو في دور للمؤسسات الدينية. يعني حضرتكم كوزارة أوقاف عليها شق كبير قوي. المسجد بيبقى فيه شريحة من الشباب في يوم الجمعة رهيب، وفي الدروس الموجودة بتاعت حضراتكم. طيب يبقى هو عايز لغة عربية ولكنها مبسطة، زي ما حضرتك قلت احنا ازاي نحافظ على أولادنا من الفكر هوية. يعني مثلا أنا أقول لحضرتك حاجة، أنا مرة سئلت وكنا في دورة وقالوا من هو الذي علم الناس أو اخترع علم الإتيكيت؟ فبدأ الزملاء يعني يقولوا مثلا الفراعنة، لا فلان فلان. قلت لهم أول من أرسى قواعد الإتيكيت لا ربنا سبحانه وتعالى. قالوا إزاي؟ قلت لهم إزاي؟ وعلم آدم الأسماء كلها. لا. إزاي يعلمه يأكل بإيده إلا علمه يقشر البرتقال ويأكل الفصوص، يقطع البطيخة يرمي القش ويأكل اللي جوه. قلت لهم صحيح، أليس هذا فن الإتيكيت الذي وضعها الله سبحانه وتعالى لأول خليقتنا هو آدم عليه السلام. السلام. الفطرة السليمة. يبقى نرجع بقى لموضوع القرآن والسنة، كيف تحدث عن بناء هذا الجيل وأمثلة من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء الأجيال. بداية وأنشأ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. نعم. والصاحب ساحب. أي.
والقرآن الكريم جعل قواعد أساسية في هذا الغزو الذي نراه الآن. ولكن قبل ذلك لابد أن نخاطب العقول التي تمسك هذه الهواتف ويقفون على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن هذا هو الهدف. غزو الفكر يا سعيد أصبح يدخل في كل بيت، وهذه علامات الساعة. مستحيل، بل من رابع المستحيلات الآن، أن نمنع الولاد عن مسك هذا الهاتف، والزوجة كذلك والزوج كذلك. ده احنا في مواقع المواصلات يعني 3/4 الحوادث الآن عن طريق الهاتف. صحيح. فاحنا بنقول احنا الممنوع مرغوب، ولكن الحلول أن تكون قريبة من الله عز وجل. نعم. نبين لهؤلاء أن الحق تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. نقول أن الحق تبارك وتعالى قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. دور المؤسسات الدينية دور يكون قاصر على المعلومة في المسجد فقط، ولكن المستقبل هذه المعلومة كيف يتعامل معها بعد المسجد. أيوة. يعني أنا بخطب الخطبة وأقول الدرس، طب وبعد كده؟ فلابد أن يكون في حاجة اسمها لغة الحوار. الله عز وجل حاور الشيطان، الله عز وجل حاور الملائكة. نعم. لما قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ نعم. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يبقى هنا بنسميه لغة الحوار. بين مين بقى؟ بين رب الأسرة الذي أصبح الأولاد أمانة عنده، والأمانة هي شعور المرء بتبعته في كل أمر يوكل إليه، وإدراكه الجازم بأنه مسؤول به أمام ربه على النحو الذي فصله هذا الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صحيح. وبين أن الإمام راع مسؤول عن رعيته، وكذلك الرجل راع ومسؤول عن هو رعيته. الإمام الأب هنا لما يسمع حضرتك في خطبة الجمعة أو في ملتقى ثقافي هيقوم بحوار بينه وبين أولاده، ولكن هو ياخد من حضرتك هذا الكلام، لأن الخطبة هي عبارة عن توجيه وتربية وتهذيب نفسي له، فهينزلها من القول إلى الفعل إلى أرض الواقع بقى. لو إن الإمام قدوة. لأن الإمام قدوة، يعني لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. نعم. يعني أنا ما أعملش خطبة رنانة عن مواقع التواصل الاجتماعي وأنا بحط مادة سيئة، مادة رديئة، ما قومش الأب عن مثلا وليكن الترخين وأنا مدخن. لا أقوم الأب عن معاملة الزوجة وأنا أعامل زوجتي بطريقة مشينة. صحيح. لا أعلم الأب كيف يتعامل مع أولاده بالحوار وأنا ليس عندي حوار مع أولادي. طب الرسول الكريم عليه السلام وله أحاديث في بناء الأجيال، يعني هو الرسول لما جاب سيدنا عبد الله بن عباس وكان غلاما صغيرا لسيدنا ابن عباس وقال له: يا غلام احفظ الله يحفظ. والتاني لما جي يأكل معاه ننتقل من أمر العقيدة إلى أمر الآداب العامة والسلوك، لما قال له: كل بيمينك وسم الله وكل مما يلد. ما دي مواقف لسيدنا صلى الله عليه وسلم. كل هذه السلوك يجب أن تعمم على، ليس فقط على مواقع التواصل الاجتماعي فقط يا زعيم، هذه تعليم في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات. لابد أن يكون حوار مجتمعي كبير. صحيح. حتى نبين أحسن، هو الغزو الوقتي مش غزو أخلاقي فقط، أكثر من غزو عقائدي. أنا عايز أقول يا مولانا إن إحنا ما بنتكلمش عن الغزو. أنا النهاردة لما أعمل لابني وقاية، فالوقاية خير من العلاج. بالضبط. لو ابني أنا ربيته كويس وعلمته كويس وعرفته يعني إيه ما يصح وما لا يصح، الحرام والحلال، خلاص يمسك التليفون بقى يخش على أي موقع، أنا خلاص اديته مضاد حيوي لأي فيروس هيخش إلى عقله، لا هو عنده مضاد حيوي. مظبوط برضو؟ بالضبط. طيب أنا أخذ من طرف كلام حضرتك وأرجع إلى الدكتور شاهين. أنت إيه رأيك لما أنا قلت الوقاية خير من العلاج، وعشان نعمل جيل فعلا أنا لازم أبني جيل محترم، وأصل الغزو ده مش هينتهي ولا الاختراق هينتهي. أنا قلت لحضرتك صحيح. ولكن أنا عايز أعمل وقاية نفسية وإيمانية لهذا الجيل وهو جيل المستقبل، إزاي أعمل هذه الوقاية؟ أنا قلت لحضرتك وبأكد على كلامك إن الغزو الفكري بيتم، تمام؟ أنا مش هقعد أقاومه لأن المقاومة لا تأتي بالنتيجة، والمنع ليس حل. صحيح. تمام؟ أنا بقى أجي للوقاية اللي هو إيه بقى؟ الدولة تقي نفسها ومن خلال مؤسستها ومن خلال إعلامها والتوعية والنشء، وما شاء الله في دراسة في ندوات، حتى كان آخرها فضيلة الدكتور نظير عياد وهو رئيس المجمع. نعم. عملوا في قطر حوار كان في منتهى الروعة عن بناء جيل مستقبل وتوصيات في منتهى الروعة. ده هذا مثال، أدي مؤسسة دينية عريقة الأزهر الشريف ومجمع البحوث
بيعمل حوار في دول مختلفة لبناء جيل مستقبل ووقاية هذا الجيل. نيجي للأسرة زي ما حضرتك ما قلت، أنا مسؤول عن مصاحبة ابني من خلال، مش من خلال الأوامر، لأن لا منعت، إحنا بنقول في علم النفس الولد من 5 سنين وطالع لا يمسك التليفون 2 3 4 في اليوم، بس تحت رقابتي أنا اللي أعمل الإيميل سهل جدا بالمناسبة. صحيح. اللي بيسأل زي ما فضلتك ذكرته حضرتك، ما أنا أسأل، ما أنا معرفش إزاي أخاطب الجيل الجديد ده باللغة القديمة، لا تربوا أولادكم كما تربيتم، لأن الموضوع فيه أبديت جديد زي ما بنقول. فيبقى إحنا هنا عشان نلخص الكلام، الدولة بمؤسساتها وإعلامها تقوم بدورها من خلال التوعية. رقم 2، الأسرة متمثلة في الأب والأم، مشاركة أبنائهم اهتمامهم المصاحبتهم. بالمناسبة المصاحبة والله هي اللي بتجيب النتيجة، أما المنع والحرمان والتليفون لا، هالتليفون لأنه لو ما أنت ما جبتلوش تليفون للضرورة يعني واستخدمه صح وراقبته وعملت إيميل أنت باسمك، هو بره يسرق يستخدم تليفون صاحبه في فيديوهات وحاجات. طب يعني هو دلوقتي يعني كاد اللقاء أن ينتهي، لكن المشاهد هو مستني حاجة مننا جميلة قوي، وهي موضوع ما هي ثمرات الوقاية في بناء جيل جديد ومستقبل آمن لهم لهذه الأجيال، الفوائد بتاعته. الفوائد لا إذا أردت أن تقود أمة أو شعب إلى التنمية، بالمناسبة التنمية الاقتصادية، التنمية البشرية، التنمية الذاتية، كل أنواع التنمية تبدأ من بناء جيل هو اللي قادر على نقل أو تحويل بلده إلى بلد منتجة، لأن الموضوع مرتبط ببعضه. علاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بالناس، ده هيكون التنمية الحقيقية، مش مجرد ان الدولة هتقوم بدورها فخلاص الدولة هتنتقل الى التنمية او المستقبل هيبقى مشرق. ازاي؟ لازم الفرد، لازم الناس، لازم الدولة، كله مع بعضه ان شاء الله تبقى الكل يتكاتف ويتلاحم من اجل بناء، والثمرة هتكون واضحة يعني. نعم. فقلت سيدنا الشيخ محمد غنيم، ما هي فوائد وثمرة يعني ان احنا نربي جيل ونمعن لهذا الجيل الوقاية كما نقول خير من العلاج في الوقوع في الزلل او الخطأ؟ نقول الخيرية من مقاصد الشريعة. انتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والنبي قال في الحديث الصحيح اتق الله حيثما كن واتبع السيئة الحسنة تمحها، ثم قال وخالق الناس بخلق حسن. فنحن نتاج علم يرفعنا، وع يجمعنا، عمل يدفعنا. الله. إذا تحققت هذه الأمور كنا أسوياء على هذا الوطن الذي جعل الله عز وجل ملاذه أن نكون حماة له أمامه يوم القيامة. نعم. ونجيل يعني لو ضفنا إلى موضوع إن إحنا لما نربي جيل المستقبل بتاعنا ونعتني به، يبقى إحنا بنضمن جيل وطني عنده الولاء والانتماء والحب والتلاحم مع أفراد شعبه، وأيضا الحفاظ على وطنه في مكتسباته وفي ثرواته ومقدراته. هذا هو الأصل. نعم. هو هذا الأصل، أن يكون عندك غيرة على هذا الوطن. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك جليا عندما خرج من مكة إلى المدينة، وبيّن أن البلاد تحمى بشبابها. نعم. بسواعد علمائها، بالوقوف نحو علمائها، لا نقلل من شأن أي إنسان حتى لو كان بسيطا. نعم. لكن نزرع فيه روح المجاهدة والمواطنة، وأن يكون حب الوطن فرض عليه كما أن الصلاة فرض والصيام فرض وما إلى ذلك. صحيح. خلقنا هذا الجيل يعني أمنا في أوطاننا كما قال النبي لنا، من عاش آمنا في سربه معافا في بننه عنده قوت يومه عاش وكأنما. طب أنا أضيف أيضا يعني دعني أضيف برضو في عجالة سريعة مع فضل الدكتور شاهين كده، وإحنا في ختام هذا اللقاء، ربط أولادنا وجين المستقبل بمكتسبات ومقدرات مصر. إيه المانع أن الأب النهاردة في رحلة بسيطة خاصة لا تكلفه إلا يعني جنيهات بسيطة يوديه الأثار المصرية الدينية والسياحية والأثرية، يبقى كده بيربط هذا الجيل ببلده. صحيح 100%. وقبل ذلك لما الأب يربي ابنه على حب الله سبحانه وتعالى هيحب الوطن. حب. صحيح. الوطن من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحلول العاجلة والحلول الزمنية كان بتحصل معانا جميعا، الرحلات. صحيح. الرحلات إلى المتاحف، الرحلات إلى الآثار، لا بتخلي الإنسان ينمو عنده حب وطنه.
نعم مشاهدي الكرام، معا لبناء جيل المستقبل، هذا موضوع حلقتنا اليوم، وعشنا مع ضيوفي الأكارم في هذا الموضوع. وأنا عايز أقول انتبهوا أيها السادة، الأب الأم الأخ المدرس في المدرسة الإمام في المسجد، دور الثقافة، كل شيء أو كل إنسان منوط به أن يبني هذا الجيل. وأوجه في ختام هذا اللقاء لشبابنا اللي مش عايز يشتغل، الشباب اللي يقول لك أما فيش فرصة، أنا عايز مكتب، أنا عايز تليفون، أقول له يعني شبابا نيلي يا زين الشباب ويا أشبال أساد غضابي، معي عدب أوجهه إليكم، وقد تصف المودة بالعتاب، لزهر النرد قد خلقت يداه وليست لليراع والكتاب، وأرسل شعره المضغوط يحكي وميض البرق أو ليل السراب، وتفنن في محاكاة العذارى وخالفهن في وضع النقاب، إذا الليث استحال بمصر ظبيا فمن يحمي البلاد من الزآب. حمى الله مصر وحمى هذا الجيل يا رب العالمين من المكائد أجمعين. سعدت متابعتي حضراتكم مشاهدي الكرام، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير ضيفي الكريم فضيلة الشيخ محمد غنيم من علماء أزهر الأوقاف. أشكرك على هذا اللقاء يا مولانا كريم يا محمد، جزاكم الله خير وما يبارك فيك. كما تقدم أيضا لضيفي الكريم فضيلة الدكتور شاهين الطوخي أستاذ التنمية البشرية على بالشكر والتقدير لهذا اللقاء. شكرا لحضرتك وخالص التقدير لحضرتك وللسادة المشاهدين. بارك فيك يا رب. وأشكركم مشاهدي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.